طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدارس المنتزه الخاصة، أهلا بيكم. هنكمل مع بعض يا ولاد التدريبات بتاعتنا، يلا بينا. أول سؤال معانا، ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. أول واحدة 45 زائد 100 والناحية التانية 150. لازم أجمع يا ولاد الأول 45 زائد 100. يلا بينا، أحاد زائد أحاد، 5 وصفر كام؟ الـ5 زي ما هي. طيب 4 وصفر، الـ4 زي ما هي. طيب الرقم الاولاني يا ميس مفهوش مئات، خلاص هنزل المئات بتاعة الرقم التاني لوحده، يبقى الرقم بتاعي بقى كام؟ بقى 145. 145 اكبر ولا 150؟ طبعا 150 يبقى هو اللي اكبر. تاني سؤال، متران والناحية التانية 199 سنتيمتر. تعالوا نفتكر مع بعض، هو المتر في كام سنتيمتر؟ المتر الواحد في 100 سنتيمتر، يبقى المتران يعني 2 متر كام سنتيمتر؟ يبقى 200. يبقى أول ناحية عندي 200 والناحية التانية 199. أنا ببص على مين؟ على المئات. هنا عندي 2 وهنا عندي 1، يبقى طبعا المتران هي اللي أكبر. اللي بعدها، العدد السابق للعدد 40، هو العدد السابق لعدد 40 كام؟ الصفرين بنخليهم 9، والـ4 نخليه 3، يبقى 399. طيب الناحية التانية عندي العدد التالي للعدد 400، التالي يعني اللي بعده، يبقى أنا هزود 1 على الأحاد، يبقى هنا بقت 401. مين اللي أكبر، 399 ولا 401؟ أنا برضو هبص على المئات، هنا عندي 3 والناحية التانية عندي 4، يبقى مين؟ طبعا 401 هي اللي أكبر. السؤال اللي بعده، عدد رؤوس المكعب، هو المكعب عنده كام رأس؟ احنا كنا بنقول 6 أوجه، 8 رؤوس، 12 حرف، يبقى 8. طيب ومتوازي المستطيلات برضو 8، احنا قلنا مكعب ومتوازي المستطيلات شبه بعض، هنا 8 رؤوس وهنا 8 رؤوس، يبقى الإجابة ايه؟ يساوي. السؤال اللي بعده عندي أكمل، 5 عشرات زائد كام يديني 8 عشرات؟ معايا 5 عشرات، ازود على الـ5 دول كام عشان يديني 8 عشرات؟ هقول له هنعد من صغير لحد ما نوصل للكبير، بعد الـ5 6 7 8، يبقى كام؟ 3 عشرات. السؤال اللي بعده، كام زائد كام يديني 9 عشرات؟ انا عايزة اي عددين يا ولادي يجمعوا لي 9. ممكن مثلا اخلي كام؟ ممكن اخلي 1 عشرات و8 عشرات. حد تاني يقول لي لا، انا عايزها تبقى 5 عشرات و4 عشرات، اي عددين مجموعهم يكون 9. تعالوا احنا نكتب ايه؟ 1 عشرات زائد 8 عشرات. السؤال اللي بعده، كام زائد 4 عشرات يديني 5 عشرات؟ هزود كام على الـ4 عشان يديني 5؟ هزود 1، يبقى اول حاجة ايه؟ 1 عشرات. طيب اللي بعدها، عندي 10 عشرات هطرح منها 5 عشرات، يتبقى لي كام؟ 10 اشيل منها 5 يتبقى كام؟ هيتبقى 5. اخر واحدة، 8 عشرات اشيل منها كام يديني 4 عشرات؟ يلا هنعد من الصغير لحد ما نوصل للكبير، بعد الـ4 5 6 7 8، طلع لك كام على ايدك؟ طلع الـ4، يبقى 8 عشرات لما اشيل منهم 4 عشرات يديني كام؟ 4 عشرات. السؤال اللي بعده، مع آية 124 جنيها، اشترت فستانا ثمنه 100 جنيها، اوجد الباقي مع آية بعد الشراء. هي يا ولاد كان معاها 124 جنيه، راحت اشترت فستان ودفعت للراجل ايه؟ 100 جنيه. انا عايز اعرف الباقي، اول ما الاقي كلمة الباقي هعمل ايه؟ هطرح، يبقى هحط 124 ناقص 100. يلا 4 اشيل منها 0 يديني كام؟ هي الـ4. طيب الـ2 اشيل منها 0 تديني؟ هي الـ2. طيب 1 هشيل منه 1 يتبقى ايه؟ يتبقى 0، يبقى اتبقى معاها كام؟ اتبقى معاها 24 جنيه بس. السؤال اللي بعده، اكمل بنفس التسلسل، 250 بعد كده بقت 350 بعد كده بقت 450. تعالوا كده نبص،
الأحاد والعشرات ما تغيروش، 50 50 50، اللي اتغير مين؟ المئات. أول مرة كانت 2، بعد كده بقت 3، زودنا ايه؟ 1. التلاتة بقت 4، زودنا 1. اللي بعدها نخلي المئات ايه؟ 5، يبقى 550. طب نحط واحدة تانية نزود على 5 1، يبقى ايه؟ تبقى 650. طب نزود على 6 1 تاني، تبقى ايه؟ تبقى 7، يبقى 750. السؤال اللي بعده أكمل. العدد التالي مباشرة للعدد 599. قلنا العدد التالي يعني اللي بعده. طيب لما الاقي 9 بعملهم ايه؟ 9 بيبقوا 0، والخمسة ازود عليها 1 تبقى 6. يبقى العدد اللي بعده 599 هو مين؟ هو 600. السؤال اللي بعده، اكبر عدد مكون من 3 ارقام مختلفة هو مين؟ طبعا ده كلنا عارفينه، اللي هو ايه؟ 987. اخر سؤال معانا، يلا بينا نجمع يا ولاد. هنجمع احاد مع احاد، وعشرات مع عشرات، ومئات مع مئات. يلا، 5 زائد 4، 5 في دماغنا و4 على ايدينا. بعد الخمسة 6 7 8 9، يبقى 9. طيب 4 زائد 4، برضو 4 في دماغنا و4 على ايدينا. بعد الاربعة ايه؟ 5 6 7 8. طيب 9 زائد 3، يلا 9 في دماغك و3 على ايدك. بعد 9 10 11 12، اكتب ال12 كلها. اللي بعده بقى يلا بينا نطرح. 8 هنشيل منها 6، يلا كله يطلع 8 على ايده ويشيل منها 6، اتبقى كام؟ اتبقى 2. طيب 7 هشيل منها 5، يلا كله يطلع 7، لما اشيل منهم 5 يبقى لي كام؟ برضو 2. طيب اخر حاجة، المئات مع المئات، 6 هشيل منهم 1، يلا 6 واشيل منهم 1 يبقى لي ايه؟ 5. يبقى الاجابة بقت 500. 2 و...